لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فالإنسان قد يكون عنده صفات، وقد يكون عنده عقل راجح، وقد يستطيع يجادل ويناقش، غير أن الموفق من وفقه الله. فاطلب التوفيق، مهم جدا أنك أنت تطلب التوفيق من الله. قد تكون لسن وصاحب لسان وصاحب رأي وصاحب مشورة، غير أن التوفيق ما حالفه. طيب من أين يطلب التوفيق؟ يطلب من الله. فأيها الشاب، سأل ربك التوفيق. بالله عليك، كم مرة سألت ربك التوفيق؟ التوفيق إنك تهدى للصواب وللسداد، تهدى للخير، تهدى للإصلاح. شوف دعاء الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله. شهود هذا المعنى، التوفيق بيد الله، فاطلبه منه سبحانه وتعالى. الشيخ العثيمين يقول: والتوفيق غيث من الله، إذا هطل على قلبك فما شقيت بعدها أبدا. فاطلبه بالصلاة وقراءة القرآن وحسن الظن بالله وحسن الظن بالناس. التوفيق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.